أستاذ علي، ست لارا تقول إنه هل للمرأة العراقية حق بالمساواة؟ هل عندها حقوق أم لا؟ للمرأة العراقية حق بالمساواة قانونا نعم ودينا، نعم تمام. لكن البعض من القوانين الخاصة بالمجتمع تبقى في حماية المرأة الاجتماعية والثقافية. نعم. أما أستاذ علي، أستاذ علي، بس أحب أوضح موضوع قبل لا تكمل حضرتك، عذرا للمقاطعة. السؤال ما تسجى كان بأنه اتطرقنا لموضوع الإنفاق، قلنا بأن موضوع الأحوال الشخصية قالت المرأة من الحقوق اللي إلها بالزواج الحاضر والغايب والمؤجل وما إلى ذلك والنفقة وغيرها، لكن الرجل عنده فقط المطاوعة، تمام؟ فأنا سألتها، قلت لها بأنه أليس الشريعة الإسلامية هي من شرعت إلها بأن يكون إلها نفقة ويكون إلها حق على الرجل الإنفاق والكسوة وغيرها وغيرها من حقوق؟ قانون الأحوال الشخصية ضمن حق السكن للمرأة، نعم، حق الإنفاق، حق المعاملة الكريمة والرغيدة من قبل الرجل، نعم، تمام؟ لكن بعض الرجال خالفوا هذا القانون، نعم، خالفوا الشريعة بالتعامل مع زوجاتهم، نعم. واحنا نستدل بحديث رسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. نعم. يعني احنا قبل لا ندخل بالقانون، أهل البيت والأنبياء ورسول الأمة الإسلامية، نعم، وصى بالمرأة، نعم، تمام. أولا، ثانيا بخصوص الحقوق بالاحوال الشخصيه، نعم، متفاوته ما بين المذاهب. ست الفاضله، نعم، جناب الزميله المحترمه، طبعا انا نرجو المعذره من وراء الشبكه والبرنامج، انا غيرت مكاني، طلعت من المكتب مالتي وقعدت بغير مكان. ولا يهمك، ولا يهمك، يعني ولا يهمك. اي، فاحنا الحقوق متفاوته ما بين المذاهب. يوجد، نعم، لدينا مذهب جعفري ومذهب حنفي. ست، نعم، الفاضله، المذهب الجعفري اللي هو عند المطالبه والميسره، نعم، الزوجه العراقيه متى شاءت اخذ حقوقها من دون طلاق. اما المذهب الحنفي عند الموت او الطلاق. طبعا هذه مشاكل تبقى مشاكل عقيمه ست الفاضله، نعم، لكن استطاعه الزوج اتاح له القانون اقامه دعوه المطاوعه اذا كان غير متعسف بدعوته، نعم، مو هو ما يريد المراه ومو طايقها وراح قام دعوه مطاوعه، على مود شنو؟ على مود يسقط حقوقها. نعم. طبعا ايضا يعني معلومه للمشاهد العزيز، انه النشوز ما راح يسقط جميع الحقوق. نعم. النشوز راح يسقط احد المهرين والنفقه. نعم.